الراية البيضاء في هذه اللحظات. فتحت البوابات واندفعت الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات التي لم تربح في شوطنا الثاني على مسافة 1400 متر، على بركة الله تعالى ما تشاف في المركز الأول في هذه اللحظات. محاولات السيطرة من البداية على مركز متقدم عجوة المرشحة الثانية في قائمة ترشيحات هذا الشوط، تحاول في المركز الثالث والمركز الثاني لسكابة في هذا الشوط. بدأت الإثارة في هذه اللحظات مع ما تشاف من البداية في المركز الأول. هنا المرشحة الثانية في قائمة ترشيحات هذا الشوط تخطف المركز الثاني عجوة في محاولة أيضا لخطف الصدارة والمركز الأول. رقم 9 سكابة في المركز الثالث، ولا زالت ما تشاف في المركز الأول. الدخول يأتي من الخارج الآن لمخطوبة في محاولة للتقدم، وكذلك متشوم المرشحة الأقوى في هذا الشوط. المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، وبدأت الإثارة في هذه اللحظات ما تشاف من المشاركة الثانية لما تشاف. هنا الدخول للمرشحة الأقوى في هذا الشوط، تشوم 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 تأتي تشوم تأتي المرشحة الأقوى للفوز في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، وخطف الصدارة بكل قوة لتشوم لجليل دحام بن طوالة، تنفرد بالصدارة بكل قوة. ما شاء الله تبارك الله، لجليل بن دحام بن طوالة في المركز الأول، والصدارة لهذه الفرس تشوم المرشحة الأقوى للفوز في هذا الشوط بكل قوة. ما شاء الله تبارك الله. إذن تشوم لجليل